مشاهدينا، ولإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد الأمريكي والعالمي ينضم إلينا من دبي عبر تيمز السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك السيد رائد. بداية نريد أن نتعرف على تقييمك للبيانات الاقتصادية الأمريكية، وهل يشير تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى قرب خفض الفائدة أم العكس؟ حقيقة أداء البيانات الأمريكية حتى الآن يظهر أن الاقتصاد الأمريكي في أداء إيجابي وجيد جدا. مجمل البيانات التي صدرت كبيانات اقتصاد كلي عن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على تماسك هذا الاقتصاد وعلى أدائه الممتاز على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ جدا، وذلك يبعد حقيقة أي ضغوط سلبية على أصحاب القرار في السياسة النقدية الفيدرالية. أتحدث من المتوقع أن يكون هناك صعوبة باتخاذ قرار بتقليص أسعار الفائدة في وقت قريب، خصوصا أنه لا يزال عندنا الأنظار تتجه إلى أن يصل التضخم من المستهدفات عند 2%، وطبعا ما لم يتم تحقيق ذلك الهدف لن يكون هناك أي خفض في أسعار الفائدة، والبيانات تثبت هذا الأمر حتى الآن. بالتالي لما كنا نسمع جيروم باول يتحدث بأن الفيدرالي يحتاج إشارات قوية تظهر أنه في عندنا مخاوف انكماش أو ضعف في الاقتصاد حتى يقوم بتقليص أسعار الفائدة، السبب في ذلك تظهره بيانات مثل صدرت يوم أمس التي أظهرت أن العجز في الميزان التجاري يتقلص وفي مستويات متدنية وأن أداء الاقتصاد بشكل عام جيد. ولكن نعود ونكرر أنه ما أن يصل التضخم إلى المستهدفات أو قريبا من المستهدفات ستبدأ بعض العلامات بعلامات الضعف بالظهور على الاقتصاد الأمريكي. نعم السيد رائد، بالانتقال إلى أسواق السلع نلاحظ أن ارتفاع أسعار النفط ترتفع ولكن بوتيرة بطيئة رغم العوامل التي من المفترض أن تدفع النفط للارتفاع بقوة. لماذا في رأيك يحدث هذا؟ أعتقد الارتفاعات الخجولة اللي نحن رأيناها على أسعار النفط مؤخرا هي بدعم حقيقة من التوترات الجيوسياسية التي تدور حول العالم وبالتحديد منطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت أيضا بعض البيانات التي ساعدت خلينا نقول على المدى القصير في تحقيق ذلك الارتفاعات الأخيرة، وهي ارتفاع مخزونات النفط انخفاض مخزونات النفط الأمريكية على عكس المتوقع. كان المتوقع أن ترتفع بعض الشيء، وذلك وفق تقرير الوكالة الطاقة. أعتقد السبب في ذلك يعود إلى أنه في عندنا كرود أويل أو النفط الخام بارتفاع في المخزونات، ولكن في عندي انخفاض في المشتقات، وهذا يعني أنه في عندنا دخول الريفينريز أو المصافي في مرحلة صيانة قد تمتد بعض الشيء، وذلك يدعم حقيقة أن يكون في عندنا ارتفاع أكثر في أسعار النفط على المدى القصير. ولكن مثل ما تفضلتي هذه الارتفاعات لا تزال خجولة، ليست قوية بما يكفي، لأنه بشكل عام لدينا ضعف من الطلب بثاني أكبر اقتصاد في العالم وأهم مستورد للنفط وهو الاقتصاد الصيني. طالما إشارات الضعف موجودة، طالما حزم التحفيز غير كافية، حقيقة لن يتحقق ذلك الارتفاع القوي الذي ننتظره في أسعار النفط، لأنه الدعم عم بيكون عندي من جانب المعروض النفطي، من جانب الالتزامات بالتقليصات الطوعية من قبل أوبك بلس، هذا الذي يدعم حقيقة أسعار النفط في الآونة الأخيرة، لأن الطلب بشكل عام يعني قلق ومخاوف أيضا من انكماش وتراجع بالاقتصادات العالمية. نعم السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.